لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة. سكت كل اللي بيحبطكوا ضحكك فارغة ومش مقبولة. وانت يا صاحب انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا. لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الفل، صباح الجمعة. عاملين ايه كل اهل الجمعة؟ اخباركم ايه؟ نبدأ مع بعض كلام معلمين على الراديو 90 90 يا مصري. كلام معلمين الجمعة غير اي كلام تاني. اجري بسرعة وركز معانا وجهز الشاي والقهوة، جهز كل المشروبات والفشار وكل حاجة هتسلى بيها، لانك داخل على كلام معلمين الجمعة مود تاني، دماغ تانية خالص، حالة من اللحالة الحقيقة. انتوا منورين، انتوا جاهزين مستعدين. عندنا النهاردة ايه في كلام معلمين الجمعة الحقيقة؟ عندنا افرح، وعندنا حوار الابراج الجديد، كل واحد بقى برجه برج اخر. عندنا اخبار على طريقة المعلم، عندنا اقلب الشريط، هنقلب الشريط ازاي هنعرف، عندنا كان يا مكان، وعندي برد الحقيقة. انتوا عاملين ايه؟ يلا بينا انطلقوا في كل مكان. واول حاجة طبعا عندنا ايه، المعلمين وصلوا. أسميكو حالا 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 على رقم الرسائل أو الأسماس كام؟ 199. كام يا عم أحمد؟ 199. ال إيه بقى؟ ده الأسماس الحقيقة. طيب الفيسبوك الراديو 90 90، يعني ممكن أو تكتب في الـ URL facebook.com/radio9090. الصفحة بتاعتنا 2,000,000 وانت طالع، يبقى الراديو 90 90. تكتبها في السيرش كمان الراديو 90 90 بالفرنكو عرب أو بالعربي. الهاشتاج بتاعنا على تويتر، ما اعرفش هو كان ترند من شويه تالت او حاجه، ما اعرفش بقينا رقم كام دلوقتي. المهم هاشتاج بتاعنا على تويتر معلمين الجمعه على الراديو 90 90، هتلاقيه ترند يا باشا، ترند ترند ترند. فتكتب معلمين الراديو، معلمين الجمعه على الراديو 90 90، وتكتب اسمك. دلوقتي فقره تجميع الاسامي، اكتب اسمك وابعت اسمك واحنا نقرا اكبر كم من الاسامي. فين؟ في كلام معلمين. فين؟ 90 90 الراديو هوا مصري. فلنبدأ. بيكي تشارناو وريجارد لا، وانت تشوز منهم. اوكي خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يا حكي؟ لا ما شاء الله. مسيو قال ايه فوتر ابريسيون؟ I don't know, I'm not sure. بيقول لحضرتك ولا واحد فيهم نافع، كلهم لمؤاخذة شمال. ايه القرف اللي انتوا جايبينه ده؟ I have to go to toilet. بيستأذن يفك مية عشان محصور. نعم محصور. طب جوبت بي. وبعدين يا حسام، بعد اذنك يا نس اشجان، اساليه كده اذا كان متاكد من اللي هو بيقوله ده. This boy every yes his bone structure is perfect. بيقول لك جمجمته لوز اللوز والشاسيه بتاعها حنين، هتطبع معانا على اي قالب وبسرعه. لا بعد اذنك قولي له احنا محتاجين حد محل ثقه، مش فكره لوز اللوز وخلاص. ما ينفعش، احنا محتاجين حد محل ثقه. نو مش ماي كوتيشن. بيقول لك ماليش فيه. بيبقى 10 مليمتر فروم هير. بيقول لك هنشيل 10 ملي من القرى وهنسحب على فوق. وتعمل اوبن هير تو بول دي سايزنج. وهنفتح ثقبين كده هنا ونعمل عروه يمين وعروه شمال. وتي شو ويت نيد ا كومبليتلي ميك اوفر. بيقول لك بالنسبه للفك هيتفور ونبعته يتخرط من اول وجديد. ريبيت ذيس بارت. وبالنسبه للصبع ده مفيش اسهل من كده. لو سمحت يا انسه اشجان، بطلي لب ده بقى شويه واساليه الموضوع ده هياخد قد ايه. How much clock? I think one day preparation, 3 days for the rest. يقول لك يوم للعملية وثلاث أيام عشان ينشف. بيقول لك ربنا يجعل قدمه خير عليك وتدوبه في عرق العافية. الله يعافيك. استأذنك بقى، أنا خدت الفروة إنما لو محتاجة خليها. لا حلال عليك يا أنسة أشجان، أنت تعبتي معانا، اتفضلي. طيب نستأذن إحنا بقى. سلام. يلا بينا يا ميشو. يلا بينا يا سوسو. كلام معلمين الجمعة، يلا بينا. مستنيين تاني الأسامي بتاعتكم علشان نقرا الدفاتر المعلمين اللي وصلوا على رقم الرسائل كام؟ 199. الفيسبوك الراديو 90 90، تويتر هاشتاج البرنامج أو حلقة النهاردة معلمين الجمعة الراديو 90 90.
طيب دلوقتي معانا مع ايه؟ شويه مزيكا، شويه مكسات، شويه اغاني، مود جمعاوي كده، مود يخلي الناس كلها في حاله انشكاح. انشكاح. الاخبار عاملين ايه؟ يعني احنا كنا في ميكس يعني عالي 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 في كلام معلمين الجمعه، يعني كلام معلمين الجمعه للمتابعين الجداد او يعني لسه المستجدين، المعلمين المستجدين. احنا دايما كل يوم جمعه بيبقى عندنا في البدايه جزء كوميدي كده من فيلم مسرحيه كده، ننبسط ونفرح، نبسط ونفرح كده، وبعد كده عندنا ميكس الناس تهيص وتفرفش بس انا حاسس ان الناس لسه محتاجه جرأه رقص كمان ولا ايه؟ معايا اللي معايا يقول معاك يونس، وهنفتح حالا نبص على يعني لو حد يقول لي يعني حد بس يقول لي نديكوا حته كمان. انا بتلكك عشان واحد مزقطه الحقيقه. طيب عايزين يلا بصوا الهاشتاج بتاعنا مبدئيا رقم واحد على مستوى مصر على تويتر مصر كلها، معلمين الجامعه راديو 90 90. فتحيه للهاشتاج الملعلع، والبوست بتاعنا ما شاء الله على الفيسبوك برضو ملعلع. لسه انا بقول لكم ابعتوا يلا اساميكوا حالا في اس ام اس على 199 او على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، او على الهاشتاج بتاعنا معلمين الجمعه على الراديو 90 90. ها عايزين جرعه كمان، انا مستني حد يقول بقى ناس ميكس جامد ملوش حل ومش عارف ايه. حد يقول يونس انت بتبقى بترقص لهنا كده وقت الميكس ولا ايه؟ والله بصوا يا جماعه انتوا تقدروا تحملوا الابلكيشن الخاص براديو 90 90 وتشوفوا اللي بيحصل، بس انا ببقى مركز يعني مركز ازاي ازقططكم الحقيقه. اهو عايزين تمام. طيب اديكوا حته كمان وبعد كده نرجع نقرا الاسامي. الحته اللي جايه دي جامده جامده موجز. رجعنا تاني على راديو 90 90 هوا مصري وكلام معلمين. وعلى فكره الهاشتاج لما طلع ترند رقم واحد فيه تهنيجه حصلت كده، مش عارف حصلت عندكم ولا ايه الناس اللي على تويتر. طيب هناخد بقى اكبر عدد من الاسامي علشان نسلم على الناس. عايز اسلم على صديقي وحبيبي استاذي عمرو الشريف، صباح الفل عليك سيد الناس ربنا يخليك. عايز اسلم على خلود، يا خلود منور الدنيا يا صديقتي يا اعلاميه يا جميله يا احلى خلود في الدنيا، صباح الفل عليك. دايما يا خلود كده ورايا في كل حته ومشرفاني ومنوراني كده حبيبة قلبي ربنا يخليكي لينا. طيب ناخد اسامي المشهيصين المهيصين الفرحانين المنشكحين معانا في المعلمين وصلوا. طب ادينا حتى كده المعلمين وصلوا يا عم يونس، ادينا تحيه المعلمين، مش لازم المعلمين دي ليهم تحيه. ايوه كده المعلمين وصلوا في كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90. والله تسهلوا فعلا مزيكة حساب الله الحقيقة. نبدأ بانستجرام المعلمة ذكي وائل أزهري المعلمين المعيمن المعلم أيمن الحنتيري كبير مش عارف ايه طمطم منبه المعلمين صنفورة القهوة المعلمة هالة عز بتاع البيت بوكس نوري حمادة محمد حمادة مترجم المعلمين رغاية المعلمين المعلمة أميرة رجب آية فرفوشة المعلمين ألاء خيري المعلمة آمو تؤى صابر مصطفى نوبي المعلمين كمال الحامد مهندس المعلمين المعلم كركشنجي ماشي خلود والله انت جميله والله. في كمان المعلمه شيرين شعنونه المعلمه ايه دودو مجنونه المعلمين ندى شنب المعلم انا عندي شنب ودقن ما شاء الله بتادر فيهم اليومين دول عايز احلق بقى معيش عايز حد يتبناني عشان احلق انا اطلقت الشنب والدقن لحد ما وصلوا للمكسر قدامي دودو المجنونه مع ان في ناس بتقول لي والله يا يونس خليك بالشنب والدقن كده يعني نحس ان انت راجل مسن وكبارة كده هداية كلمنجاية المعلم هجورة المعلم المعلمة أوشا يوسف المعلم النوبي أدهم قرين المعلمين المعلمة جوجو المعلمة بيرو أو بيرو ريم محبوبة المعلمين يوستين عماد أياسو يا منورة أخبار الاكتئاب إيه رومي أحمد ياسمين مجدي إيهاب ندى باسم يونس سماح البوهي نوجا نظارة المعلم. طيب تمام عايز احيي صديقي العزيز رامي الحلواني. رامي من الناس الجميله جدا والله يعني القعده معاك رامي جميله جميله ورامي انشكح رامي احنا هنهيصك مش هيصك كنت وانت مروح في الطريق. في ناخد طقم من على الفيسبوك أميرة المعلمين سارة هارون مريم محمد حازم رائق القهوة نور مصيبة يونس نور المعلمين دين عماد ألاء مترجمة المعلمين إسراء سليم بلال محمد طقا نصر نورهان أحمد سكرية القهوة دينا معلمة علم النفس سارة الجبري
المعلمة يمنى رانشا ياسر، تسنيم مش هقول يا رشانة، مش خلاص اهو مش هقول يا رشانة، تسنيم رسلوية القهوة، آية أوزعة أحمد يونس، فاطمة علي، المعلم كشانجي هنا كمان، ومنى عاطف، وأمنية خفاجة، وسارة السامي، وخديجة أمجد، وآلاء يحيى، ويمنى محمد، وإسراء سمير، ونورة مهووسة المعلم، وأنهار عاطف، وندى المعلمة الهبلة. اهلا وسهلا. طيب ايه كمان، ايه كمان من نروح لتويتر، وهنرجع تاني ناخد شويه من الاسامي على فيسبوك وعلى تويتر. كملوا كتابات اللي هناخد لسه اسامي كمان. مخطط المعلمين، المعلم كريم، كاماتشو، اناس، المعلمه امنيه انور، سنون او سنون، طبيب بالاو ولا بالساعه، سندريلا أميل، مريم الورقي، المعلم مجداوي، محمد أبو خضر، المعلمة الشامية، رنوشة المعلمين، ديرو دايركشنارية المعلمين، محمد أحمد، طويلة هانم، المعلمة هالة مبارك، عبيرة المعلمين، بسام غانم، المعلمة زعبولة، والمعلم خليفة، منا مكي، وأحمد جمال الرغاي، ومهند شافعي، وماهي مهووسة يونس، ومهاب شرارة، المعلم كركديه، منور كركديه، ومياد الصقر، واحمد خالد، منور ميادة، منور احمد، احمد كابتشانو، المعلمين كابيتان، وهدى كلمانجاية، المعلم هنا كمان، ورحمة عطية، والمعلمة منى صلاح، والمعلمة زعبولة، وإسلام طارق، وعلاء الصادق، ومنى مرعوبة المعلم، ومها وندى، والمعلم حازم، وإسراء زهرية المعلمين، بسبوسة المعلمين، المعلمة يمنى، عهد محمد، ونسرين، ومنى نونة، وريوان منير، وميد المعلم، والمعلمة خوخة، وتسنيم هشام، وتلميذ المعلمين، وسحر زيدان. وعايزين نقول مبروك، نقول مبروك ولاء نقول ولاء صلاح الجميلة، ألف مبروك، النهاردة كان الفرح، تحية كبيرة لكل الناس اللي بتتجوز وتتخطب وبتطلق، كله خلي ناس تفرح، يلا طالما انت مبسوط باللي انت بتعمله خلاص مبروك يا عم. طيب نشوف، ناخد من صفحة الفيسبوك حالا، بفكركم انضموا حالا لصفحة الراديو 9090، لو لسه ما عملتش لايك لصفحة الراديو مستني ايه؟ يلا حالا بالا اعمل لايك لصفحة الراديو 9090 بالعربي، الراديو 9090، او بالفرانك عرب الراديو ELRADIO، او تكتب في العنوان facebook.com/radio9090، صفحة زي ما قلنا فيها 2 مليون وانت شعلع. مين ناخد شوية اسامي كمان من البوست بتاع الفيسبوك، بسم الله، سارة ماهر، مؤمن محمد، ندى علاء، مصطفى معجزة، علاء حسان، قناص المعلمين، احمد صبري، مغاد الخطيب، منار ميدوية، مانو، المعلم أهلاوي، وأحمد سليم، وسان شعايز، وكونو، وتسبيح حمد، وديرة الأهلوية المعلمين، ومعلم أحمد هاكر المعلمين، ومنور راديو نسدا، نور، نورك عادل يا عمران، بنا خليك حبيبي، مرمر، مشكلة المعلمين معاك، حسن المعلم المعلمين، والله العظيم بقلب في الراديو بالصدفة لقيتك، مش تقول ان انت رحت حتة تانية يا عم يونس، لا والله احنا قلنا كتير والله، انت يا عم انت فين يا عم. مصطفى أفشل المعلمين، وما تقولش كده على نفسك، كدرش انت جميل جميل. نصر محسن سعد، كده الجمعة بالنسبة لي بدأت خلاص بالصوت المغرد، انا صوتي مغرد. يا شيخ اتقي الله. محمد روسلي المعلمين، وامنية دكتور المعلمين، تحية لراديو 9090 يا يونس، ياريت وصلها لشان برامجكو حلوة جدا، وكنا من المتابعين الجدد. حاضر والله، يوصل يوصل. عبد الرحمن العطايفي، والمعلمة دينو، وريم منجاية المعلم، يونس يا يونس يا أحلى أبو موزو في الدنيا، فرحانين قوي برجوعك، وخصوصا مامتي أول ما سمعتك قالت لي أهو أهو أدي رجع أهو، اسمع الرجل اللي هيضيع لك مستقبلك أهو. والله يعني واضح إن ماما فرحانة لدرجة إنها يعني بتقول كل حاجة. المعلم بودي ألتروس أهلاوي، وبتشيخة المعلمين، كتبها بتشيخة كده فيها تشيو شين، محمد طه، منور حمادة، وتسبيح ورايق القهوة. طيب نروح ناخد من على التويتر، احنا بقول لكم احنا الحمد لله ترند على مستوى مصر الرقم واحد بالهاشتاج بتاعنا، الهاشتاج اسمه معلمين الجمعة على راديو 9090، هو التويتر مهنج مش عارف انتوا عندكم ايه الأخبار يا عم ارحم. طب نقرأ اسمعس لحد ما التويتر يفتح تاني. بسم الله، رقم رسائل 199، الحق ابعت وانا بقرا دلوقتي. مساء الفرح عليكم، ندى، احمد يونس، انس زيزو، عمرو سليمان، نمس القهوه، عايز اسمع انت معلم، حاضر. بطوط القهوه، انا موافق افتح، وانا ايه وبحبك قوي، تفتح ايه بالظبط يعني مش فاهم، انا سالت سؤال اكيد نسيت كنت بسال ايه. كل سنه وانت طيبه يا نينا، عيد ميلادها النهارده،
نينا عيد ميلادها النهاردة، كل سنة ونينا طيبة. نهال خطاب اي واي اس، بلال محمد ومحمد سامي طيار القهوة ومضيف طيران القهوة، سارة أبل منورة السارة، أحمد فيانو أحلى مسا، عايزين نسمع تامر. طب اللي يطلب أغنية للمطرب يقول اسم الأغنية عشان نلعب اللي انتوا طلبتوه بالظبط. عبدو من اتحاد طلاب كلية التربية عين الشمس، حاضر يا عبدو، بس هو يعني خليها من بداية 2016 لو تسمح لي، بس عشان يبقى أمان يعني ان انا اعمل لك اللي انت عايزه يا فندم تحت امرك. مين كمان معانا في وصول المعلمين؟ معانا ماري مكرم، منوره ماري، والمعلمه مراجيح، والمعلمه مريم، وماري مكرم خمس ست مرات ورا بعض. رصيدك يا شابه بس منوره والله. نائله يا يونس، عبد الله سمارت فون، المعلم منور يا عبد وحشني، شروق نعمه الله، ساسو سمسومة المعلمين، رانيا ابو شامه معاك يونس. يونس هو انت بتقول معلم او معلمه على الاسم نبعته ولا الناس بتغير اساميها؟ والله لا، الناس بتبعت كده المعلم والمعلمه، يعني اللي هيبعت هنقراه زي ما هو. شروقنا ما طلع معاك يا معلم، نوره شروق. يا نصر قرنتك يا يونس بقى بقى بقى، اهلا ومرحبا يا احلى حماده في الدنيا وجمعه مبارك عليك يا احلى معلم المعلمه. بلقيس نوره بلقيس. احمد القهواجي يونس، عيد ميلادي، عيد ميلادي مع موز وابنك، احتفل بيه. معانا 22/11 وموز 22/11، هو النهارده كام 11؟ 14. يا شيدي يا شيدي، كل سنه وانتم شايبين انتوا الاثنين، ربنا يجعل ايامك كلها سعيد. يوسينا هنا كمان على الاس ام اس منوره ياسو. في كمان ثانويه عامه اقول لهم يا يونس عايزين نفرح، ربنا يفرحكم. بسمة محمد، هاجر حمزويه القهوه منورين والله هنا كمان عشان نفسيتهم تعبانه شويه. يا هاجر ويا بسمة، هو انتوا كل شويه بقى واحد يبعت لي مش عارف مين نفسيته تعبان؟ لا بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، النهارده الجمعه، النهارده الجمعه يعني معلمين الجمعه، فالله يتقبس ويزعل يوم معلمين الجمعه، هنروح له بيت كله بقى بتقول انا مقموص انا مقموص انا مقموص انا مقموص يا حمام. احمد مدير مع احمد يونس على الراديو 90 90. القاهرة درجة حرارتها في يوم السبت اللي داخلين عليه 27/16، اسكندرية 26/21، مرسى مطروح 25/20، المانيا 27/16، سوهاج 30/16، الأقصر 32/16، أسوان 30/17. يعني درجات الحرارة في معظم يعني الأنحاء تمام تمام تمام، ويعني الهجمة الشتوية معرفش الجاية إمتى الله أعلم. إزاي تكون مبسوط حبتين؟ قلنا منها كام طريقة كده، من للجميل عمرو سلامة، للمخرج والكاتب وكل حاجة حلوة عمرو سلامة. فافرح افرح افرح افرح، ابتسم يلا، ها اعمل بقك من هنا لهنا عشان تبتسم، ابتسم يا عم وافرح. بص بيقول لك مثلا ازاي تكون مبسوط حبتين، بص لاهلك وقول لهم، عرفهم ان انت بتحبهم يا عم، جرب ولا طب ما هم عارفين يا عم، يا عم قول لهم يا عم الكلام يا ماما انا بحبك، يا ماما يا مراتي انا بحبك، يا اختي انا بحبك جدا، يا اخويا الصغير انا بحبك، ولا انت عايز مش عارف ايه بس بحبك. مش هتتعبك في حاجه ولكن هتفرحهم وهيحس ان انت معبرهم وانت معبرهم، فيبقى الرد الفعل ظريف. بص للناس اللي ظروفها اقل منك شويه شويتين، بص للناس انت تعبان مثلا تعب معين، بص للناس اللي تعبانه قوي، ولو انت شايف ان انت تعبك كبير في ناس تعبانه اكتر منك. لو انت شايف نفسك ظروفك الماديه ضيق حبتين، بص للناس اقل منك مش اكتر، لسبب بسيط جدا، انك تعرف قيمه النعمه اللي معاك. تعالوا نعرف قيمة الصحة ونقول كلنا دلوقتي اللهم لك الحمد، الحمد لله على نعمة الصحة وكفى بها نعمة، لو هي النعمة الوحيدة اللي حالتنا اللهم لك الحمد. نعمة الصحة دي بتعرفها امتى؟ لما نروح حملة عشان نتبرع بالدم، وتعرف ان كيس الدم اللي انت سيادتك اتبرعت بيه لو مش موجود في حد ممكن يموت، وحدين وثلاثة واكتر، فيعني في حاجات كتير قوي. عارفين هنقول الحمد لله على ايه؟ هنقول الحمد لله ان احنا بنقول الحمد لله، في غيرنا ربنا بيديله نعم كتير وبينسى كل حاجة، والدنيا بتاخده زيادة عن اللزوم لدرجة انه بينسى حتى يشكر ربنا على النعمة، فاحنا بنقول الحمد لله، ولئن شكرتم ايه لأزيدنكم، نفضل نقول الحمد لله عشان ربنا يكرمنا جميعا. طيب الناس الاعلى منا، الناس الاحسن منا، الناس المتفوقين عنا، احنا بصينا للناس الاقل منا وقلنا الحمد لله ان احنا ربنا يعني فضلنا، مش فضلنا ربنا، يعني اذا كان ابتلاءهم شديد احنا اقل، اذا كان هم بيعانوا احنا الحمد لله معاناتنا اقل، ويمكن ما فيش معاناه يعني بالقدر ده. بس هنبص كمان للناس الاعلى منا ويبقى عندنا طموح ونقول هنشتغل هنجتهد هنسعى هنكون زيهم هنكون احسن منهم. بحب فلان، الراجل ده بيشتغل مثلا في مجال يعني في التمثيل الاعلام، انا بحبه نفسي اكون زيه. لا لا، تكون احسن منه، انت تقدر تكون احسن منه. فبص للي فوقك واعرف ان رغبتك انك تبقى زيهم هي اللي مديها طعم لحياتك على فكره، عشان تكمل وتكون احسن منهم كمان. في الشتاء اللي احنا بدأناه انزل تحت البطانيه وحط كوبايه الهوت شوكليت جنبك،
ابتسم وغمض عينيك واستمتع بالدفء. بس وانت بتستمتع بالدفء خلينا نضيف حاجه تانية، في ناس محتاجه تحس بالدفء. شوف الناس اللي بيعملوا حملات لتجميع البطاطين، شوف الناس الجمعيات وشارك انت وصحابك في بطانيه ووديها الجمعيه، وديها لدار ايتام، وديها لدار مسنين. شعورك انك تحس ان انت حاسس بالدفء ولما تيجي تنام تقول الحمد لله ربنا جعلني يعني سبب يعني في ان غيري يجرب الشعور ده، والله شعور حلو. شعور السعادة بيكمن دايما في اسعاد غيرنا، فتعالوا نجرب يعني يعني كلنا اللي قاعدين دلوقتي انزل تحت البطانية واستمتع بالدفى. بس بكرة الصبح ان شاء الله اتفق مع صحابي ان احنا نشتري كلنا نشترك في بطانية مثلا ونروح نوديها دار ايتام، نوديها دار مسنين، نشوف حد محتاجها ونوديها له. اعرف وتأكد جدا انك مهم، انت ربنا خلقك مهم، مفيش حد فينا مش مهم، كل واحد مهم. على فكرة انت ممكن تكون محور تغيير حاجات كتير قوي في الدنيا دي. التاريخ ممكن يتغير بسببك، الحياة ممكن تتغير بسببك. تتغير بسببك ازاي؟ انك تكون انسان ناجح فتغير مسار حياتك كلها، ممكن تغير مسار اسرتك كلها. ان انت لما تبقى شخص ناجح والعيون كلها عليك اسرتك كلها هتتنقل معاك نقلة كبيرة، مادية معنوية نفسية. فانت لازم تكون متأكد وعلى يقين تام يا باشا ان انت مهم، انت ربنا اختصك دون عن الناس انك هيكون ليك مكان. يا تعرف انت يعني تستغل الفرصة اللي ربنا اديها لك انك تكون مهم او تضيعها؟ ما الفرص موجودة كتير ويا ما بتيجي، بس الشاطر اللي ياخد الفرصة ويكون مهم، ولا مش شاطر هو حر. كلام معلمين على الراديو 90-90 مع احمد يونس. قبل جولتنا الإخبارية المعتادة عايزين نقول حاجة مهمة جدا. انتشر مؤخرا جدل على الفيسبوك وتويتر وظهر هاشتاج حوار الأبراج، والكل كان بيتكلم عن الأبراج موعدها اتغيرت، واللي كان أسد صحي من النوم لقى نفسه جدي لقى نفسه سرطان، واللي كان دلو زي حالاتي على فكرة برج الدلو دلو يعني بقولها باللغات العربية عشان طبعا ما نقولش حاجة تانية، صحيت لقيت نفسي مثلا برج الجدي مثلا وهكذا. وقالوا كمان ان في برج تم إضافته للأبراج وبقوا 13 برج مش 12. حدث مهم جدا يا جماعة، زادنا الأبراج زادوا برج الحقيقة وسموه برج حامل الثعبان، ده اللي اتقال. لكن بعد كده نشر الحقيقة ان الأبراج لم تتغير. الحكاية كلها انه كان تحقيق قديم نشرته التايم الأمريكية في 2011 عن ان في تغيير حصل في دوران الأرض وانه ممكن ده يؤثر على الأبراج الفلكية. سبب الإشاعة دي هو عالم فلك أمريكي بارك اللي كان ادعى انه ان هيحصل تغيير الابراج نتيجه لتغيير حركه كوكب الارض في دورانها حول الشمس، ولكن ده ما كانش ليه اي اساس من الصحه، لان في العلم الابراج الشمس هي العامل الاساسي فيها مش الارض، وكمان الابراج بتعتمد على فصول السنه الاربعه، وطول ما فصول السنه الاربعه لسه موجودين اربعه وما بقوش حاجه تانية الحقيقه، فالابراج لسه في مكانها لسه محافظه على نفسها الحقيقه. لكن زي ما نقول كده قال لك ان ده غير حقيقي يعني، فكده قالوا للابراج لم تتغير. ده 12 وده 12 ولسه في ناس مصرة ان الابراج اتغيرت على فكرة، وفي ناس بيقولوا لا الخبر او التكذيب ده هو الحقيقة يعني. طيب طب اقول لكم ابراجكم كانت هتبقى ايه يعني، كل واحد يختار برجه بقى. يعني لو انت من مواليد من 20 يناير ل 16 فبراير بقيت برج الجدي، تركز معايا، من 20 يناير ل 16 فبراير بقيت برج الجدي. برج الدلو بقى من 16 فبراير ل 11 مارس، يعني انا بقيت برج الجدي وبرج الدلو خلاص هربت منه من 16 فبراير ل 11 مارس. برج الحوت بقى من 11 مارس ل 18 ابريل، يوم ايه بس، برج الحمل بقى من 18 ابريل ل 13 مايو، ده الحمل من 18/4 ل 13/5. برج الثور او الثور من 13 مايو ل 21 يونيو، ده ايه الثور، من 13 مايو ل 21 يونيو. برج الجوزاء من 21 يونيو ل 20 يوليو، الجوزاء بقى من 21 يونيو ل 20 يوليو. برج السرطان من 20 يوليو ل 10 اغسطس. برج الاسد من 10 اغسطس ل 16 سبتمبر. برج العذراء بقى من 16 سبتمبر بقى معلش تاني نقول كمان، برج العذراء بقى من 16 سبتمبر ل 30 اكتوبر، ده العذراء. برج الميزان تحول وبقى من 30 اكتوبر ل 23 نوفمبر. برج العقرب بقى من 23 نوفمبر ل 29 نوفمبر، ده برج العقرب. برج حامل التعبان او برج حامل الثعبان الجديد بقى من 29 نوفمبر ل 17 ديسمبر. برج القوس بقى من 17 ديسمبر ل 20 يناير. دي الابراج الجديده، شوف بقى انت بقيت برج ايه. لكن اقول لكم تاني ما تم نشره بقى مؤخرا ان الابراج ما اتغيرتش ولا حاجه، ان ده كان تحقيق قديم ونشر في 2011، ولكن في حد فجاه بيطلع القديم وقرر انه يثير الاثارات حول هذا الموضوع.
طيب تمام عادي يعني عادي يعني خلاص احنا قلنا الخبر وقلنا يعني لك مطلق الحرية، عايز تبقى برج الجدي الدلو الميزان السرطان. ولكن انا بقى بصراحة مش هكذب عليكم، انا مش عاجبني اسم برج حامل الثعبان ده، يعني ياريتكم ما سميتوه. تعالوا احنا نسمي البرج ده، هنعتبر ان الموضوع لسه موجود وكل واحد يختار لنا اسم للبرج الجديد، سموه زي ما انتوا عايزين. يلا مع بعض كده باللطافة كده، بما اننا في مود كلام معلمين الجمعة والحياة لطيفة وخفيفة، فتعالوا نختار مع بعض اسم البرج اللي تم اضافته. هم سموه حامل الثعبان واحنا معترضين، انا مش معاجبني الحقيقه. فيلا كله يقترح معانا البرج الجديد ايش اسمه. رقم الرسائل كام؟ 199 9. الفيسبوك راديو 9090، التليفون 2-18-10-866، موجودين على التويتر معلمين الجمعه راديو 9090، تردد الراديو على النايل سات 11-7-6-5 افقي. عايزين نقترح مع بعض اسم للبرج الجديد، هيكون اسمه ايه؟ وتحس كده ان احنا بندور كل مدة، يا بندور يا بيدور لنا الحقيقة على حاجة يعني تاخدنا في حتة تانية، تاخد دماغنا عن اي حاجة في بتاعنا. يعني حتى دي أبرام الراديو 99 هواها مصري. كلام معلمين على الراديو 9090 مع أحمد يونس. اختار اسم جديد للبرج الإضافي الوهمي اللي أصلا مش حقيقة يعني، ولكن هم سموه حامل الثعبان. فيا تسموا أسامي عدلة يا ما تسموش وتسيبونا بعضولنا في مصر، احنا نسمي كل حاجة كل عاجة. طيب هناخد ما بين تليفونات وما بين رسائل. التليفون 2-18-10-866 والفيسبوك راديو 9090 والهاشتاج معلمين الجمعة على راديو 9090 وبس. نبدأ تليفونات. ألو وحشتني تا عدد نجوم السماء اللي كان بتصل وحشتني مين؟ مين أنا بقى؟ أنا مين؟ حسن لا لا مش حسن. مين اللي كان بيدخل؟ لا دي مش دخلت حسن، لا دي مش دخلت حسن، دي دخلت حد كان بيرخم. يبقى طارق الرخم. ايوه طارق الرخم. عارف اللي هو رخم وافتخر. هي مضروب. اول مره اشوف واحد رخم وفرحان. لا 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 ما هو الاسم يا باشا طالما جه منك انت بقى دي حاجه كبيره. ايه ده طارق، هو انا اللي سميتك رخم؟ يقطعني. يا لهوي يا لهوي، ده قايل لك الحوار ده 500 مره قبل كده. انا اسف إيه لو انا لو انا طب تحب نرجع بالزمن لورا واسميك اسم تاني ولا كده كويس؟ لا 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 خلاص، الرخامه اسلوب حياه بقى. وانت فاكر ان انا لو سميتك اسم جديد مش هيبقى يعني اسوأ؟ تخيل. عايز اقول لك مبروك البرنامج الجديد، ودي اول مكالمه ليا معاك في كلام معلمين، وان شاء الله مش تبقى اخر مكالمه. وعايز اصبح بقى على كل الناس اللي بتسمعنا دي، بقول لهم خلاص الرخامه راجعه تاني بقى، والنحس اتفك النحس اتفك. طبعا انت عارف البرج الجديد هنسميه ايه؟ برج الرخم. برج الرخم. شكرا يا طارق، نورتنا يا صديقنا. انتوا كمان اختاروا معنا اسامي الابراج. طارق حبيبي يا طارق، والله يعني انتوا انا مكالماتكم دايما بتساعدني الحقيقه، حتى لو بتجيب الضغط، حتى لو حسن كلمنا تاني. انا قابلت حسن النهارده على فكره، شفته وجها لوجه كالعاده. الو. ايوه احمد دينيس. ايوه مين معايا؟ رنا. رنا ازيك يا رنا؟ الحمد لله. اخبارك؟ تمام. كله حلو؟ اه تمام. انا مش بتعلم معاك على التليفون. يلا بقى، ها يلا دخل داخله المود ده بتاعت كل مره. رنا منوره. طيب رنا هتختاري اسم البرج الجديد ايه يا رنون؟ رورو. برج رورو. اهم ما يميز برج رورو ايه؟ حلو اسمه برج رورو، والله والله حلو. برج الناس اللي دمها ايه خفيف، الناس اللطيفه، يعني شايفه مواصفات شخص برج الرورو. يا رورو. شكرا يا رنا بجد نورتينا، ولكن رنا بجد اختارت اسم برج حلو، ما تقدرش نقول حاجه، قالت لك برج الرورو، فجهز نفسك يا رورو، برج الرورو. طب ناخد ناخد ضحيه اخرى. الو 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 الو، انا سامعني حد فتح التليفون. الو الو. ايوه مين؟ ايوه اسمها سيلفيا. ازيك يا سيلفيا؟ ازيك يا يونس، عامل ايه؟ عامله ايه جميله؟ تمام. انت اخبارك ايه؟ مبروك على البرنامج. الله يبارك فيكي، انت اخبارك ايه؟
الحمد لله بخير. انا بمسي عليك وعلى كل الاهوجيه الحلوين كل الاهوجيه وكل المعلمين والمعلمين كمان. لا الاهوجيه موجودين والمعلمين موجودين وانتوا احسن ناس في الدنيا. يا ربنا يخليك الميكس الرائع. سيلفيا البرج الجديد هنسميه ايه يا باشا؟ نسميه الهوسنجيه. الايه؟ الهوسنجيه. الهاوسنجيه جاي من ايه؟ من اللي بيحبوا المزيكا الهاوس يعني؟ الناس بقى اللي هم المنكوشين على طول، بنات المنكوشين المهاويس. من شوف هنا، شوف هنا دماغي راحت فين. المهاويس انا لا، وانا بقول لك ايه على الناس اللي بتحب تسمع مزيكا هاوس. ابن ناس قوي. أيوة انا ركز ركز بقى يا لا يعني واد هي ما معنى يعني معلمين لا خالص الحقيقه خالص. قال لك هاوس انت مش في المود كده. لا ده انا بالعكس، ده انا المودي عالي عالي. مود الجمعه قوي خالص. جاي تحس انك جاي مود الجمعه في العربيه. بس كده تمام. منور يا سيلفيا ومنور الدنيا كلها. خالص. شكرا، باي باي، مع السلامه. جامده دي. سجل يا تاريخ وسجله، سجله اللي انا المصايب اللي انا بعملها. برج الهوسنجيه بتوع الهاوس. ما تعرف ازعر. برج الدبدوب والنداهة من ساحر العيون على الفيسبوك. برج الجواميس عندي منهم كتير الحقيقه، دي دينا مش انا اللي بقول، هي بتقول. برج الحمير من ميزو امير. برج الكلب اكتر برج انتوا اقترحتوه برج الكلب، يعني قال لك احنا دايما تتقال يقول لك الراجل ده برج الكلب اصلا ما تتعاملش معاه. ده من ماندو السنير القهوه قال برج الكلب، احنا نسميه برج حامل البتشنجان. ده من هلا مجدي. برج العزوبيه من زيزو. حسام عادل زملكاوي. طب قول لي البرج ايه يا حس حبيبي. في كمان برج الكلب، فاطمه مهندسه المعلمين. برج المعلمين او برج المدهوله ده احمد الصبري. برج القاهره. اشكرك اشكرك اشكرك، يعني جت في وقتها الحقيقه، جمعه جمعه يعني. برج المعلمين ونكون احنا اللي بس فيه، ومواصفاتنا متفائلين متحابين، نعفو ونسامح، وبنحبك يا يونس. محمد سيد، محمود سيد، الله يخليك يا محمود. برج ميسنجر. تحيه كبيره للنجم. مين اللي عايز يسميها برج مسنجراح؟ منا. لا والله تحيه المسنجراح والله الغاليه 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 الغاليه. يعني هتسموا ايه انتوا كمان؟ اختاروا معانا هتسموا الابراج ايه، او البرج، البرج الجديد هو برج واحد يعني، هتسموه ايه؟ يلا زمن. طيب نروح على الاس ام اس وناخد برضو اسامي ابراج او برج اللي انتوا عايزين تسموه. اول ما افتكرها لازم الريحه تقلب عندي على طول. ممكن تقول نظام البرنامج، نظام البرنامج يا فندم من الثلاث للسبت من الساعه 12 للساعه 2 صباحا. فقراته قد ايه؟ كتير جدا لا تعد ولا تحصى. ما اقدرش اقول لك ايه فين امتى. حضرتك تسمعي هتلاقي حاجات ان شاء الله تعجبك، واللي ما عجبكيش قولي مش عاجبني ما نعيدوش تاني. برج المراجيح من المعلمه مراجيح. مريم من سحرتيه القهوه بتقول هنسميه برج الشمس. برج البهجه. البهجه صح كده؟ ده من سارة. ماشي سارة أبل نورانا كالعادة. البرج الجديد برج الكلب من يوستينا. ماشي يا اسو. لا مكتئبة مكتئب قوي يعني. هنسميه برج المراويزي من المعلمة مراويز على اس ام اس برضو. المعلمة عليها بتقول هنسميه برج الكلب، وهيبقى مواصفاته الناس اللي ما بيلاقيش عليهم غير البرج ده. برج العجل من أشرف النرويجي. في كمان برج يونس. الله 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 يكبر بخاطرك يا اللي بعت، بس انا مش عارف هيبقى مواصفاته ايه. ممكن يكون برج يونس ويتميز بكل الصفات البشعه الحقيقه. مين كمان على اس ام اس؟ برج المتخلفين من تليفون اخره 55. ريهام بروفيسوره المعلمين بتقول برج الكلب برضو. برج اتش من عبد الله. سمارت فون المعلمين. برج الحماريين. الحماريين حمرين يعني ولا حماريين اللي هم متحمرين؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ برج البطريق زيزو. برج الكلب عشان اتعضيت قبل كده من 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 مراويز. مش هتبارك لي يا يونس على ايه؟ الف مبروك مقدما، ربنا يسعدك دايما. طيب نروح ناخد من الهاشتاج بتاعنا على تويتر. يلا بينا. البرج اسمه ايه؟ ليه احنا بنسال؟ عشان قال لك الابراج كلها اتغيرت وطلعوا كذبوا الموضوع، قال لك دي اشاعه خالص. وقال لك البرج قال لك تم اضافه برج كمان، برج حامل الثعبان. فاحنا بنسالكم البرج اللي هو الجديد ده احنا مش عاجبنا اسمه، حامل الثعبان. حامل تعبان ايه؟ حامل تعبان ايه وحامل في ايه؟ بس احنا قلنا نختار يعني. ساره قالت برج الجزمه. برج المقموصين من هدايه. برج الجماويس. جواميس مش جماويس. من نجله. منوره نجله. احمد محمد كمال مش هينفع نقول البرج بتاعك حماده خالص. برج القوس
الجديد هنسميه برج القوس. طلعت السركاوي قال برج الفشار. فشار ولا فشار؟ بس الفشار حلو والله. برج الحمام ماشي عمر حلو. برج المقموصين من ياسو. برج سمر مش هينفع سمر الكلمة تقيلة قوي. سمر ابراهيم غريبة. هي كلمة عبارة عن حروفها ايه؟ لام طاء خ كده انا قلتها بالحروف. برج مرعي امجد نبيل. برج العفاريت معلمة نور يونس. برج المعلمين انا منة. برج ابويا هيطردني من البيت بسبب كتر الضحك. برج القاهرة مسخرة. والله مش مسخرة حقيقة خالص يا نوران، انا جالي شلل. برج القاهرة يعني ضاعت الحقيقة. برج المنشكحين ده اللي هم احنا عمر ماشي عمر. في كمان برج الضحكة او ضحوكة كتكوتة المعلمين. في كمان عبادي مش ابادي. عبادي عندك برامج بتكلم في سياسة كتير جدا، وتابع كل البرامج اللي بتكلم على الاحداث الجارية، وكان لسه قبلي بدقائق في برنامج سياسي كامل. فلا مش هتلاقي عندنا اخبار سياسية خالص. اللي انت عايز تعرفه ده مش موجود عندنا الحقيقة. تقدر بقى يعني كان عندنا ساعة اخبارية كاملة مع زميلي رامي الحلواني. في كمان برج اليمامة. برج المزاولة. برج الحامل الكوبري. برج الزرافة. برج الكلب. ناس كتير مختارة برج الكلب. برج الخرفان. نوران فذر. نسميه يوسف. البرج الجديد انا بقيت جد يا يونس الحمد لله هربت منيهم من دي. انا في كمان برج الصداقة. طيب خلاص يعني احنا اخترنا له والله الحقيقة اسامي كتير وكفاية عليه كده. هنروح نسمع تامر حسني كل اللي فات ونرجع تاني في كلام معلمين على راديو 90 علشان ندخل على اخبار على طريقة المعلم. جولة اخبارية بس مش اللي انت طالبها يا صديقي خالص. جولة اخبارية في حتة تانية فلة. بيقولك مارك هيخلي الفيسبوك اسمه فيس عشان المصريين. دول بيفكروا يديكوا لونين لاشارة المرور. واحد اتجوز مخدته مستني منه ايه يعني؟ نادية هي اللي فازت بمسابقة ملكة جمال الدق فيس. اخبار على طريقة المعلم في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90. أخبار على طريقة المعلم. نجح رجلان كان يقومان بجمع فطر عيش الغراب في أحراش أحد الغابات في العثور على طبيب أسباني مختفي بقاله 19 سنة، وتم إعلان وفاته رسميا سنة 2010. هو دلوقتي عنده 47 سنة واختفى من بيته سنة 1996 بعد مروره بحالة اكتئاب شديدة. وأعلنت السلطات الأسبانية وفاته بعدما فقدت الأمل في العثور على أي أثر ليه بعد 14 سنة من اختفائه. الاثنين اللي لقوه عايش في كوخ صغير في أعماق الغابة وسط شجر كثيف جدا، ولقوه في حالة سيئة مزرية جدا خلتهم يخافوا منه أصلا ويطلعوا يجروا منه، وراحوا بلغوا حارس الغابات. قال لهم أنا أسباني واسمي كارلوس وعايش هنا من 1996 ومش عايز أعيش أصلا بين الناس، أنا عاجبني العيشة هنا، لكن بما أنكم لقيتوني يعني فأنا عايز أخرج ما فيهاش مشكلة يعني. ووراهم الباسبور بتاعه كان قديم وكتابته باهتة ومنتهي الصلاحية علشان يثبت لهم أنه شخصيته إنسان حقيقي موجود وليس إنسان الغاب. العثور على طبيب أسباني في غابات إيطاليا بعد 19 سنة من اختفائه. في احدى الولايات الامريكية اضطر لص انه يتصل بالشرطة بموبايله بعد ما اتحشر في شنطة العربية اللي كان عايز يسرقها. الحرامي يعني فضل يحاول يخرج يعني دخل فتح شنطة العربية ودخل وما تعرفش لسبب ما اتقفلت. حاول يطلع مرة واثنين وثلاثة فاضطر يعمل ايه، كلم الشرطة تيجي تخرجه واعترف انه كان عايز يسرق حيالة العربية ودلوقتي هيدفع غرامة تخريب ممتلكات بعد الضرر اللي اصاب العربية بعد ما الباشا اتحشر فيها. من الأخبار اللي معانا في أخبار على طريقة المعلم، نمساوية مسنة عملت إيه؟ سيدة نمساوية مسنة قامت بتمزيق حوالي 1,000,000 يورو قبل ما تموت علشان تحرم الورثة من أي مليم. الموضوع تم اكتشافه بعد وفاتها لما لقوا أوراق نقدية، يعني قطعت الفلوس وسابتها علشان يموتوا بحسرتهم. قطعت أوراق نقدية من فئة 100 و500 يورو كتير جدا، لقيوها متقطعة في دار مسنين اللي اتنقلت لها قبل 5 أيام من وفاتها، ولقوها كمان مقطع دفاتر التوفير الخاصة بحساباتها البنكية. لكن محاولتها للانتقام من الورثة ما كانتش ناجحة قوي، لأن البنك المركزي النمساوي قال أنه مستعد لاستبدال الأوراق النقدية الممزقة بأوراق سليمة. يا عيني عليها، تخيلوا يعني ما لحقتش تفرح، ولكن هم سابينها في دار مسنين والله يستاهلوا أكتر من كده. دراسة دنماركية قالت إيه؟ أثبتت أن الناس اللي مش بيستخدموا مواقع الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بيبقوا أسعد بكتير من المستخدمين الدائمين لفيسبوك وغيره. وأنا أؤيد هذه النظرية والله. الفيسبوك وتويتر والحاجات دي
سرقه من عمرنا وبتجيب اكتئاب وبتخلي واحد معزول عن العالم. انتوا معايا ولا مش معايا؟ فريق البحث طلب من مجموعه ان هم يستمروا في الدخول على فيسبوك زي ما هم متعودين، وطلبوا من مجموعه ثانيه ان هم يمتنعوا عن الفيسبوك وعن كل وسائل التواصل الاجتماعي لمده اسبوع كامل. طبعا الموضوع بدا عند اللي امتنعوا بهرش في الاول وحاله كده والحقنه بقى وعايز الجرعه، ولكن بعد كده اتعود، وبعد الاسبوع عد بعد ما الاسبوع عدى قاموا بتقييم المجموعتين تاني، لقوا زياده ملحوظه في معدل السعاده عند المجموعه اللي ما كانتش بتستخدم الفيسبوك تحديدا، ولقوهم اقل توتر واكثر حسما للقرارات، وبقوا واقعيين جدا ومركزين مع اللي بيحصل حواليهم، وبقوا متقبلين للحياه اكثر بكثير. عندك استعداد تستغنى شويه عن فيسبوك؟ لان انا سالتك دلوقتي عدد ساعات استخدامك للفيسبوك قد ايه، طبعا هيبقى سؤال غبي وهتقول لي قول لي انت ما بتقعدش على فيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي قد ايه. حكمت محكمه الاستئناف السويديه على سيده مسنه بانها ترجع القطه المفضله عندها واللي بتحبها لحفيدتها بعد معركه طويله في المحاكم لمده 5 سنين. الموضوع بدا سنه 2002 لما البنت الصغيره جالها قطه صغيره هديه من مامتها وجوز مامتها كمان، وما قدرتش تراعيها بعد كده لظروف صحيه عندها، فالجده خدتها علشان تراعيها وتاخد بالها منها، وفعلا راحت القطه للجده. لكن البنت بقى عندها 20 سنه والقطه عايشه ومكمله الحمد لله، وبقت البنت مستقله بحياتها، وطلبت من تيتا انها ترجع لها القطه، لكن تيتا رفضت وقالت بعد ايه يعني انتوا عارفين الام مش اللي خلفت، الام اللي ربت، انتوا فاهمين طبعا تيتا منطقها ايه يعني. والبنت حاولت مرة واثنين وثلاثة، ولكن تعمل ايه؟ رفعت قضية على جدتها وقالت انا صاحبة القطة وعايزة القطة تاني من فضلكو. وبعد 5 سنين في الاستئناف قدرت البنت اخيرا انها تاخد حكم لصالحها وان القطة بتاعتها ولازم كانت ترجع لها من الاول، فرجعت من الجدة، والجدة في حالة انهيار عصبي لو تعرفوا حد يروح يعني يطيب خاطرها بكلمتين. دي كانت جولتنا الإخبارية. بيقول لك مارك هيخلي الفيسبوك اسمه فيس عشان المصريين، دول بيفكروا يديكوا لونين لإشارة المرور. واحد اتجوز مخدته مستني منه ايه يعني؟ نادي هي اللي فازت بمسابقة ملكة جمال الدق فيس. اخبار على طريقة المعلم في كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90. ومن هنا لحد نصايا كده عندنا اللي بالشريط. اللي بالشريط هنعمل ايه؟ كل اللي عليك يا باشا انت هتختار، هتكلمنا على تليفونية معتمدة، يعني هي شقين، شق تليفونات وشق تاني فيسبوك واس ام اس وخلافه. لو انت هتكلمنا على التليفون مطلوب منك تختار مثلا اي اغنية انت بتحبها، يعني اغنية ما وتغنيها لي على الهواء بشكل تقلبها مهرجان، تقلبها شعبي، تقلبها يعني مثلا شوف اغنية ايه، كله الا حبيبي مثلا عمرو دياب بيقول كله الا حبيبي، فانت هتكلمني بقى كله الا حبيبي يعني وهكذا، يعني عايز اسمع المواهب وانا هغني معاكوا على فكرة. فاقلب شريط هتكلمني وتحول الاغاني العاديه اللي احنا بنسمعها لمهرجانات، او تقلبها مثلا من نظام الفنان شعبان عبد الرحيم كله الا حبيبي ايه كده يعني، هتكلمني ونغني مع بعض ونفرفش. لو انت بقى مش عارف توصل لنا بالتليفون هتعمل ايه؟ هتبعت لي على الاس ام اس او على انا اسف على الفيسبوك او على تويتر اسمك بالمقلوب. هنقلب الشريط يعني ايه؟ انت اسمك احمد هيبقى اسمك ايه بقى؟ دمحق هكذا. هتقلبي حروف اسمك وانا مطلوب مني ان انا احاول اقرا، بس هتكتب لي اسمك الحقيقي الاول من فضلك عشان ابقى يعني فاهم اللعبه ايه واحاول معاك. هتقلب اسمك بالعكس وتكتبه وتبعته لي في رساله، تكتبه الاول صح وبعد كده شرطه كده وتكتب لي اسمك بالمقلوب، او بس هو تكتب اسمك بالمقلوب وهكذا. اللي هيكلمني في التليفون هيبقى مطلوب منه برضو يقول اسمه بالمقلوب، ولكن مطلوب منه انه يغني اغنيه بطريقه المهرجانات. انا نفسي كلكم تحاولوا توصلوا للتليفون عشان التليفون هيبقى هنسمع حاجات هايله الحقيقه. تليفون 2-18-10-8-66 كام؟ 2-18-10-8-66. اللي هيبعتوا لنا على فيسبوك صفحتنا هي الراديو 9090، او هيدخلوا على الهاشتاج بتاعنا معلمين الجمعه راديو 9090، هو رقم واحد على مصر معلمين الجمعه راديو 9090. اللي هيبعتوا حاجات مكتوبه تاني هيعملوا ايه؟ هيكتب اسمه، هيقلب اسمه، هيكتب لي اسمه عادي وبعد كده يقلبه. يعني انا احمد قلنا دمحق تمام، يونس تبقى ايه؟ سينيوي وهكذا. يلا بقى ورونا المواهب في تحويل الاسامي وفي الغناء. هتقلب كل الاغاني او اغنيه انت بتحبها تقلبها شعبي وتكلمني على التليفون تاني 2-18-10-8-66، تختار اغنيه غنيه جدا وتخليها لي شعبي بقدره قادر. كلام معلمين على الراديو 90 90 مع احمد يونس.
هنغني ايه سوا؟ هنغني ايه سوا؟ اللي هيكلمني على التليفون هيغني وهيقلب اسمه، اللي هيبعت لي اس ام اسز او فيسبوك على البوست بتاعنا او تويتات على الهاشتاج مطلوب منه يعني يقلب اسمه. بس حاولوا توصلوا للتليفون يا جماعه عشان النهارده التليفونات هتبقى هايله الحقيقه. 2-18-10-8-66 وناخد همسه على التليفون. يا همسه صباح الجمال. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام الحمد لله. همسه نقلب اسمك يبقى ايه؟ هسمه. ازيك يا هسمه عامله ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ تمام الحمد لله. اخترت لنا اغنيه ايه نقلبها؟ يلا. كل اللي فات. تامر؟ يلا بينا انطلق يا باشا. كل اللي فات من عمري عدى كانه ساعات، اول ما شفت عينيك حبيبي الحياة بس ساعات رفيقة. طب ايه كل اللي فات؟ همسة جالها نيار. ايه هسمة؟ تمام مية مية. تحية. بص هديك التحية بتاعتك. لازم لازم لازم. يلا انت كمان يلا. 2-18-10-8-66 اختار اغنية وقلبها لي شعبي من فضلك حالا بالا. شوف مين معانا. الو. ايوه مين؟ مصطفى النمر. ازيك يا درش عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ وحشتني والله. في نعمه. انا في نعمه. انتوا عاملين ايه؟ انت عامل ايه؟ اخبارك يا يوني؟ هتغني لنا ايه مصطفى؟ الاول اقلب اسمك. لا مش هينفع. مش هينفع ايه؟ عيب يعني لما بيتقلب. طب ابداوا يا يعني زي ما الفنانه يسرى اسمها اولوا يا. ايه المشكله يعني؟ مش عادي عادي. ها يلا هتيجي معاك واحده واحده حبيبي. ها مصطفى تبقى يف 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 ها يف يفتص يفتصم يفتصم. هي دي. انت من يفتصم. ازيك يا يفتصم عامل ايه؟ الحمد لله. غني لنا يا باشا اخترت اغنيه ايه؟ انا مش حافظ اي اغنيه والله يعني عشان ما اكذبش عليك. طيب الاغاني. طيب ده بنعمل ايه؟ طيب اي حاجه شوف انت كده. طيب انت نورتنا يا مصطفى وعايزك تكلمنا دايما. ماشي ما احمد اخويا عاوز اتكلم حضرتك ينفع؟ خليه بقى يكلمنا مكالمه تانية بس عشان نلحق ناخد مكالمات تانية. سلم لي عليه عشان ناخد بس حد يغني معانا. شكرا يا درش يا مصطفى. يا جماعه اللي يكلمنا يكون ناوي يغني من فضلكم عشان الوقت حفظنا نص ساعه ونمشي. اللي يكلمنا يكون مجهز اغنيه ويكون مركب مركب او مرتب الاسم هيكون ايه. نقول الو. الو. عيوني. ايوه مين؟ انا محمد. ازيك يا محمد عامل ايه؟ اتكلمنا منين يا حماده؟ انا من العياط. العياط اهلا بكل اهل العياط. بلد الحوادث. انت جميل محمد. اسمك لو اتقلب هيبقى ايه؟ دم حمم. ايه ده؟ دم حمم. لا واحده واحده. محمد هيبقى ايه؟ ها دم حمم. دم ها زارة. بص محمد لازم تبقى كاتبه قدام. بص اسمك محمد يبقى دم حم. دم حم. دم حم. ماشي يا دم حم. هتغني ايه يا دم حم؟ اغني؟ لا شكرا نورت والله. لازم انا حاسس اني بكلم ناس من المريخ. يا جماعه اللي اتصل على التليفون مجهز اغنيه زي همسه كده داست على طول ومجهزه اغنيه. طيب ناخد حد بس اتمنى يكون مجهز حاجه. الو. الو. ايوه صباح الفل. صباح النور. مين معايا؟ انا احمد. ازيك يا حماده عامل ايه؟ تمام. احمد اسمك بالمقلوب يبقى سهل جدا. دمحه. 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 طب قول يا ابو حميد اخترت اغنيه ايه؟ اصاله. اللي هي ايه؟ في خانات الذكريات. يلا انطلق يا باشا. وفي خانات الذكريات. هو ما تنفعش يعني يا عم؟ لا تنفع والله. ايه ايه اغنيه شعب؟ بص هو انت ممكن تغني جزء منها وتقول ايه في الاخر او تقلبها. احنا كده قلبنا شعب ولا ما هو عادي؟ ما كله شعب يا باشا. وفي خانات الذكريات. ممكن تعمل كده يعني. اديتك بص فتحت لك سكه. انطلق حضرتك استاذ بقى كمل انت. لا لا يا باشا دي تيجي تيجي ما تجيش. يلا. الذكريات ايه كله معايا يلا على السقفه حبيب قلبي. طيب نشوف الناس قالت ايه في تبديل اساميها. وفي ناس عماله تبعت حرام عليكم انا جاهز باغنيه. سيبوا التليفون شويه اللي بيتصلوا مش جاهزين. معلش كل اللي بيتصل حبايبنا وانت حاول تكلمنا على طول. احنا المطلوب منكم ان انتوا تقلبوا الاسامي. ريهام بقت مهير. ماشي يا ريهام. في كمان
كمان احمد محمد كمال بقى دمحه دمحم لامك. في كمان احمد جمال بقى لامج دمحه. حلوه. في كمان ساره بقت تراس. والله حلو بقى في اسم ليه معنى اهو كويس تراس. في كمان كمان اسراء بقت ارسا. ارسا لا مش ارسا. ارسا اسراء ارسا. في كمان مين كمان محمد يونس بقى دمحم سنوي. دمحم سنوي والله انا اسم ابويا لما يتقلب يبقى سنوي. سنوي لا سنوي 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 يا خيه سنوي. ميار بقت رايم. اسراء بقت ارسا زي ما قلنا. حلو ارسا اسم ارسا جامد جدا نقول لكم بعد كده يا ارسا. انا ايه بقى اسمها هايا. حلو اسم ليه معنى. منار بقت رانم. في كمان هدير ريدة وديره بقت وريد. وحلوة وريد دي والله حلوة وريد دي. في كمان مين كمان أسراء أرسة. في كمان أنا ترواشت يا يونس مصطفى معلش. شروق بقت قرش. في كمان حميدو بقى وديمح. مونيكا اسمها اتقلب بقى ايه راح فين بقى اكينوم. اكينوم بتقولك ده عنصر كيميائي يا عم نشط ولا خامل. اكينوم اكينوم اكينوم. طيب نشوف مين معانا على التليفون. 2-18-10-8-66 اللي يتكلم يا جماعه يبقى ناوي يغني واللي عمال هو غني ما انا عمال اغني من الصبح. الو الو. طب اخر الو. ايوه يا ايوه مين. ابو صلاح. ازيك يا ابو صلاح عامل ايه؟ اسمك ايه الحقيقي؟ اسمك انت ايه؟ محمد. اقلب لنا اسمك يلا يا حماده. ده محمد. ده محمد. جهزت اغنيه؟ ايه اللي هي؟ بتاعنا انا يا منال. يلا يا باشا انطلق. هي ما هي محتاجه تقلب شعبي. ما هي مش حبيبها خلقه. هتشعببها اكتر يعني انطلق يلا. بعدي بتاعنا. دخلة دي هايله. يا راجل. لا انا متفائل كمل كمل. يا منال. يلا عايز حاجه؟ نعم. لا ما في. لا ما الف سلامه حبيبي نورت نورت الكون كله والله. ده نور اللمبه. شكرا. في على الاس ام اس لا ما اللي بيبعت ما يبعت اسمه الحقيقي عشان ابقى عارف الاسم مقلوب صح ولا لا. يوستينا قالت انستوي. لا يوستينا انستوي انستوي. في كمان سلمى حمدي بقت بمحد بسلم. عبد ربه بهبر دابع. احنا قلبنا عيبي. هبر دابع ده. نهال علي بقت نهال بقت لاهن. مراويز بقت زراويم. حلو زرمي زراويم. منار بالمقلوب رانم. في كمان انا عمال اضحك على الاسامي احنا اسامينا الاصليه وحشه الحقيقه. في كمان ايه مش عارف. مروه بقت هرم. هرم هرم. احمد مرعب المعلمين عاوز اسمع حمائي. هنسمع حالا حمائي تحت امرك. طيب ناخد شوف تليفون كده قبل ما نسمع الاغنيه يمكن ربنا يكرمنا بحد كده ما يجيبلناش الضغط الضغط والسكر وكل الامراض. شوف الو الو. هو ده اللي ما يجيبش الضغط الحقيقه لان واضح ان اللي كان هيجي كان هيجيب لنا كساح. طيب كمان مكالمه. الو الو. برضو نفس الخط الضغط على الخط الرحمة. واحد واحد اتصلوا يا جماعة. 2-18-10-8-66 ونقول الو كمان مرة. الو تيت. ايوه مين. انا عبد العزيز. ازيك يا زيزو. ازيك يا عبد العزيز. ازيك يا زيزو عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قلبت الاسم يا عبد العزيز. ايه انا كنت كاتبه زيز زيز على زيز على دبع. عبد العزيز هيبقى زيزع زيزعلى زيزعلى دبع. انت اسمك زيزعلى دبع تحس هيلوغريف يا اخي. هي اسمك ايه بقى يا عبد عزيز؟ ها ايه اسمك ايه؟ زيزع زيزعلى دبع دبع. طيب هتغني ايه يا زيزعلى دبع بقى؟ يلا الحمد لله نمره وكله بيعدي. يلا انطلق. وهو كله بيعدي. ايوه بعدين افهم بقى يا فندي. افهم بقى يا فندي مش واقف على حاجة ولا حتى محتاجة ان انت تزعل كل ده. طب والله العظيم انت جامد والله العظيم يا عبد العزيز انت اهو
عبد العزيز ظبط 90 90 هوا مصري. ومعانا ياسر على التليفون. ياسر ازيك؟ الحمد لله. كيفك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ بخير الحمد لله. يا رب دايما بخير يا حبيبي. مبروك على البرنامج، وكان نفسي اتابعك واخالف حضرتك من زمان. يا حبيبي انت نورت الدنيا. قول لي بقى يا ياسر اسمك ايه جديد؟ رساي. رساي، والله اسم حلو، تحس كده في رساي كده وانت بتقوله. يا رساي. ايوه. اخترت اغنيه ايه تحولها؟ كبرتك على سيدك لاصاله. كبرتك على سيدك لاصاله. طيب انطلق. ولا 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 انا مش عايزك زعلان، ولا 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 ايه انا بحكي لعيالي زمان مالك وشك ايه انا مش صح ولا ايه؟ لا صح، انت جامد، انت جامد جدا. لا اصل انا على الهوا يعني. لا لا هات من الاول وخد وخد الاداء من الاول تاني من اول. ولا ولا انت طلعت بيها دي جامده. ولا 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 انا مش عايزك زعلان اصحى، ولا 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 انا بحكي ليالي زمان مالك. بس انت جامد. لا تحيه. لا لا يا رساي انت جبت من الاخر. قال لك ولا ولا ولا. شكرا يا ياسر نورت الدنيا. ابعت يا رب مكالمات. فنانين والله، فنانين فنانين فنانين. طيب نروح ناخد من صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. حولوا اساميكم وابعتونا، ابعتونا ابعتونا اهو بعت برضو، ابعتوا لنا اساميكم بعد الشقلبه بقت ايه في قالب الشريط. اسمك بالمقلوب. جامد فحت ياسر والله. ياسر بصراحه يعني مزجتني. ولا ولا ولا. فرج بقى، فرج بقى جرفل. مفيش لام يا عم فرج، انت جبت اللام اللي في اخر اسمك ده منين؟ فرج فرج بقى جرف وحاطط جرفل. ايه يا عم فرج، لام جبتها منين؟ رضوى بقت يودر. في كمان اسمي دمحه اللي هو احمد. فاطمه بقت طنطاف او همطاف من فاطمه حس هشام. اسماء بقت، اسماء بقت امسى. لا مش امسى، ازاي بقت امسى؟ امسى امسى. لا بقت امسى. امسى امسى بقى. في كمان الواد ده فاجر، حازم حازم. الله يا حازم جامد، الواد ياسر جامد جدا حبيبنا. في كمان احمد صبري علي ليلى بقى ايه بقى؟ دمحه يربص دعس هليل. لا والله ده احنا دخلنا، احنا جواسيس. دمحه يربص دعس هليل. سلام ده احمد هربص هرب لليل. مصطفى رفعت بقى يفصم يفتصم بيصبح علينا. نورهان بقت نهور، نهرون نهرون نهرون. في كمان مسخره الموضوع يا ريت تكرروه كتير. لا ده موضوع حاجه جوه اقلب الشريط، ممكن اعيده في مره حاضر علشانكم، بس ده مش ثابت يعني. اسيل بقت ليسع، دينا بقت انيد، يارا بقت اراي. في كمان دعاء بقت قاعد. قاعد. هلا مجدي بقت تالا يا دجم، تالا يا جدم يا جدم يا جدم يا جدم. هدير ريدا. رحمه بقت همحر. ده اسم على فكره يونس قريني. على فكره ممكن بقى يا جماعه كل الاسامي اللي اتقلبت دي تكون اسامي القرين بتاعنا واحنا مش واخدين بالنا، يعني ممكن كل الاسامي اللي احنا عمالين نعملها دي اسامي القرين في الاخر. لا 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 كله ايه حبيبي. مين من غيرك؟ مش عارف ايه. عو عو على البلعات اللي بتطلع في الاغاني المهرجانات على الراديو 90 90 مع احمد يونس. سريعا عشان وقتنا بيجري. ومعانا حسام على التليفون. يا حسام صباح العسل. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ علي صوتك بس يا حسام شويه. الحمد لله. انت عامل ايه؟ هتغني ايه يا حسام؟ الاول اسمك ايه بالمقلوب يا حسام؟ انا تمام، انت اسمك ايه بالمقلوب؟ ماسح. ماسح، ازيك يا ماسح؟ الحمد لله. قول يا ماسح هتغني ايه النهارده؟ هنغني حرف السقايين لمحمد منير. اتفضل يلا انطلق. على مين على مين على مين بتشتش حب المين؟ ان كنت جاي بنت واسال قبل انا مين يعني. ده عارف اكتر حاجه عجبتني تشتش. على مين على مين على مين تشتش. بس بجد لا نديك التحيه بتاعتك يا باشا، وخصوصا عشان تشتش. والله نورت يا حسام، شكرا. مع الف سلامه حبيبي، مع السلامه. والله الاداء النهارده كان عالي، واوعدكم نعملها تاني في القريب العاجل. هنروح نسمع اغنيه لشيرين ونرجع تاني بقى في كلام مع اليمين عشان نختم حلقتنا بكان يا مكان. هنسمع شيرين. انا 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 مش بتاعه الكلام ده. انا 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 طول عمري يا مكان يا مكان يا مكان.
تعب الحكيم من شكوى تلميذه وكثرت شكواه وتذمره، فأرسله يجلب بعضا من الملح، ثم أمره بوضع حفنة في كوب من الماء لكي يشربه، فشرب التلميذ وتضايق من الطعم بشدة. فسأله الحكيم عن طعم المياه، فرد التلميذ قائلا: إن الطعم شديد الملوحة يا سيدي. أخذ الحكيم التلميذ إلى حافة البحيرة وأمره بإلقاء حفنة مماثلة من الملح في البحيرة، فصنع التلميذ ما أمره به الحكيم. فطلب الحكيم من التلميذ أن يشرب ماء من البحيرة، فشرب التلميذ. فسأله الحكيم: وماذا عن الطعم؟ فقال: إن الماء جميل بارد وعذب كما لو كان من بئر. فقال له الحكيم: يا ولدي، إن الآلام في الحياة شبيهة بالملح تماما، ليس المهم كميتها، ولكن المهم في مرارتها، الوعاء الذي يحويها. إذا تعرضت للألم في حياتك، كل ما عليك هو أن توسع صدرك لها. باختصار، كن مثل تلك البحيرة، ولا تكن أبدا مثل الكوب. كانت هناك حجرة صغيرة فوق السطوح أحد المنازل، عاشت فيها امرأة فقيرة أرملة مع طفلها الصغير حياة متواضعة في ظروف صعبة. إلا أن هذه الأسرة الصغيرة ليس أمامها إلا أن ترضى بما قسمه الله لها. وكان أكثر ما يزعج الأم هو المطر في فصل الشتاء، لأن الغرفة تحيط بها أربعة جدران ولها باب خشبي، غير أنه ليس لها سقف جيد. مر على الطفل 4 سنوات منذ الولادة، لم تتعرض فيها المدينة خلالها إلا إلى قليل جدا من زخات المطر التي لا ترى أصلا. وذات يوم تراكمت الغيوم وامتلأت السماء بالسحب الكثيفة التي تعد بمطر كثيف قادم وغزير. ومع ساعات الليل الأولى هطل المطر بشدة وبغزارة على المدينة، فاختبأ الجميع في منازلهم، أما الأرملة والطفل فكان عليهما أن يواجها القدر. نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة واندس في حضنها، ولكن جسد الأم والابن وثيابهما امتلأت بمياه السماء المنهمرة. أسرعت الأم إلى باب الغرفة فخلعته ووضعته مائلاً على أحد الجدران، وخبأت الطفل تحت الباب وجلست بجواره لكي تحجب عنه سيل المطر المنهمر. فنظر الطفل ببراءة إلى أمه وهو مبتسم، فتعجبت من هذه الابتسامة في غير محلها ومكانها وزمانها. فقالت: لماذا تبتسم؟ قال: ترى يا أمي، ماذا يفعل الفقراء الذين ليس عندهم بابا مثلنا حينما ينزل عليهم المطر؟ لقد أحس الصغير أن في هذه اللحظة أنه ينتمي إلى طبقة الأثرياء والأغنياء، ففي بيتهم باب يحجب عنه المطر. صديقي، ما أجمل الرضا، إنه مصدر السعادة وهدوء البال. من ملك القناعة فقد ملك الدنيا كلها. لا تنسى أبدا أن تقل: الحمد لله، اللهم لك الحمد دوما ولك الحمد أبدا، اللهم لك الحمد على كل النعم التي وهبتنا إياها، اللهم لك الحمد على كل ابتلاء تختص به عبادك، وإن كنت أنا من هؤلاء العباد فلك اللهم كل الحمد، اللهم لك الحمد أننا نتذكر أن نشكرك يا مولانا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يحكى أنه كان هناك فلاحا يمتلك حمارين، قرر في يوم من الأيام أن يحمل على أحدهما ملح والآخر أطباق وقدور. انطلق الحماران بحمولتهما، وفي منتصف الطريق شعر الحمار حامل الملح بالتعب والإرهاق، حيث أن كمية الملح كانت أكثر وأقثل وأثقل كثيرا من القدور والأطباق الفارغة، بينما كان حامل الأطباق سعيدا بحمولته الخفيفة كانت أقل وزنا وأخف بكثير. على كل حال، قرر الحمار حامل الملح من شدة العياء أن ينغمس في بركة من الماء كانت بجوار الطريق كي يستعيد قوته.
فلما خرج من البركة إذا به يشعر أنه قد بعث حيا من جديد، فقد ذاب الملح جميعا الذي كان على ظهره في البركة، وخرج نشيطا كأن لم يمسسه تعب من قبل. فلما رأى حامل القدور ما نزل على صاحبه من النشاط فقال: فأنزل أنا أيضا إلى تلك البحيرة. فقفز بدوره في البركة أو في البحيرة لينال ما ناله صاحبه من نشاط، فإذا بالقدور والأطباق الفارغة تمتلئ بالماء. فلما أراد أن يخرج من البحيرة كاد ظهره أن ينقسم قسمين من ثقل القدور المحملة بالماء من البحيرة. والحكمة: ما يفيد غيرك قد لا يفيدك أبدا، ما يفيد غيرك ربما يضرك، وما يضر ربما يفيدك. قبل أن تبدأ في تقليد غيرك يجب أن تفكر وتعرف وتدرس سبب فعله لما فعله، وسبب تصرفه لما يفعله، وإن كان هذا التقليد سيفيدك أم سيضرك. وإن كان سيفيد فمرحبا به، وإن كان سيضر فلنبتعد عنه. إذا لم نعمل عقولنا حملنا أنفسنا ما لا تطيق دون أن نجني أي مكسب أو راحة. السادة المستمعين، السادة المعلمين، شكرا لحسن المتابعة. إن شاء الله بكرة منتصف الليل السبت أكيد عندنا كلام معلمين السبت بمود مختلف، بمزيكا مختلفة، بكل حاجة، بس هيكون ضيفنا الكريم دكتور هاشم بحري رئيس قسم الطب النفسي بطب الأزهر، وعندنا فقرة بعنوان من أنت. تابعونا علشان تستمتعوا معنا مع دقات الساعة 12 بالليل يتجدد اللقاء في كلام معلمين. المكان هو الراديو 9090، التردد 9090، التردد على نايل سات 11765، الصفحة على الفيسبوك هي الراديو 9090. شكرا، كان معكم أحمد يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم.